باب التشهد في الصلاة يثمثن مرن قيم التشهد أنخذم شو ذا أمشي سنقار تحيات أكا أول سؤال يطرح أي غردي نرى عنوان باب التحيات يا أخي التشهد إلى ذيك التحيات إلى ذيك الزكيات إلى ذيك الطاهرات طيبات إلى ذيك كلش لماذا العنوان سلسة التشهد في الصلاة لماذا يسمى ذلك بالتشهد تفضل التشهد أعظم أجبت صوابا بارك الله فيك أي غار لفضل التشهد والتشهد معنى النطق بالشهادتين أتصل كلمتي قلنا طيبات ما شاء الله لانت التحيات لانت الزكيات لانت ما شاء الله ولكن مدام ثلاثك سأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وثقامك قارن ذي الشرع وذي اللغة أيضا من باب التغليب من باب التغليب التغليب معناه تغليب وترجيح التشهد على الباقي لما لفضل الشهادتين في المصطلحات ذي المصطلح خطر لك ديني تحيات يجوز عشان جلسنا التحيات فهمته راك فهمته فهمت ولكن دقي العنوان باب بسبب التشهد في الصلاة نذكر هذا الحديث باختصار المدينة أنه سمع عمر بن الخطاب وكما قلنا قبيلة سنة الصلاة إذا وردت هذه العبارة على لسان الصحابي فحكمها الرفع ترفع فهو حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قولنا مدني سامع عمر بن الخطاب يسليس عمر بن الخطاب هذه ما هوش من اجتهاد عمر بن الخطاب معنى لأنه هو سامعها من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يعني عمر بن الخطاب كان حريصا أن يعلم الناس هذا التشهد وهو على المنبر بيانا لفضل التشهد يعلم الناس التشهد لذلك عنوان الباب باب التشهد في الصلاة كما قلنا من باب التغليب للتشهد وإبرازا لفضل الشهادتين يقول قولوا يعني سيدنا عمر بن الخطاب يقول للناس قولوا هو يعلمهم وبعدين يقولهم قولوا الآن كي طبعا فيه صيغ للتحيات سنكملها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى التحيات لله ما معنى التحيات لله معناه السلام أصلا كلمة التحية حينما يأتي الشخص ويحيي معنى يعطيك السلام يفكيك السلام أنا قيمة دي عدي ودين السلام عليكم ما دين السلام عليكم يفكي غلامان أليس كذلك ما دام ينتقد لقى ثنامن يفكي غد لامان يفكي غد ثالويث ذيني مي قارن ثيكوال ذيكيوم بوال قارن سيلامان إديكا الخوف سيجي يوعرا ما ينادي خذع وايض سلامان هذه اللي وعلى بزاف التحية في المطلق تحمل معنى السلام ولكن ذاكي تحمل معنى البقاء معنى السلام معنى السلامة من الآفات أما كنا نصراج يسير ربي سبحانه بشغي الزيس الآفات أدي غدي فك ربي لهنا غدي فك ربي ثلوي فالتحيات لله لا ما قدوا الله غرص بعد حين وبعدين الزاكيات لله ما معنى الزاكيات الزاكيات
المعنى يس ذي الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي سيسنت الإنسان يزكى. وكلمة زكى يعني في الشرع في اللغة العربية، والزكاة منها كلمة الزكاة، تفيد معنى التطهير في الزي، تفيد معنى أنما يعني أنرني في كل معاني لانت لله نكوني أنسوث ذي ربي أغي الزيزدي من بعد الطيبات. الطيبات المقصود بالطيبات أيضا كل الأعمال، كل عمل طيب أو كل قول طيب، يعني طيب الكلام، الكلام الطيب والفعل الطيب، أو كيني قلهان أما ذوال أما ذي الفعيل. وذا غي سعى المعنى وايض باللي لوموراكي غور ربي ذا ربي ثنتي سعان، ولا ما هنا تفيد إما الملك إما تفيد الاختصاص، قد تفيد الملك أو تفيد الاختصاص لله. يرنا وين ما يفكى ربي، أس يفكى ربي بلا شحة، ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. الصلوات لله، ذاك يا إما المقصود الصلوات يعني الصلوات المعروفة يكثي زلة مرة، نغى المقصود خطر نحن نصلي لله وذاك بتوفيق من الله، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإما المقصود بها يعني سائر العبادات، كل العبادات. وبعدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وطبعا سبحان الله يعني هذا التشهد البديع في نهايته بعد ما ذكرنا كل هذه الأفضال وكل هذه الخيرات وكل هذه الباقيات الصالحات، نسلم على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدب، من الأدب. لماذا أجدادنا كانوا لا يبدأون الكلام إلا بالصلاة عليه؟ ومعروف ذلك في المنطقة، في المناطق خاصة في المنطقة نتاعنا، يعني كي تقارني مغارني كيولي في الدار والقضاء يصلي في النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبدأ الكلام يتجمع يعني في الجماعة تجمع يدربون ويعلمون الحضور، لا يتحدث أحدهم إلا بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذيني لها عبد المريف الدعاء كيف كيف بسم الله والحمد لله حمد ربه ويستغفر الله والصلاة والسلام على رسوله، ثم يرفع الدعاء. وبعدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سبحان الله، يعني ثقي من فضل الله عز وجل ونحن في الصلاة نسلم على أنفسنا، هذا مقام سامق، مقام رفيع. أو كيفه تلقى واحد مسكين ما صلاش كاع في حياته حرم من هذا الخير، نسأل الله الهداية للجميع، ليس حرم ذي المحال يسلم وهكذا. زيد وعلى عباد الله الصالحين، مع انتهى شحال الفوائد اللي كاين في هذا الحديث. الفائدة الأولى أنك تعلن انتماءك إلى هؤلاء الصالحين، شاغي جعل ربي السيسم، هذه مهمة جدا، وربي ذكرها في سورة النساء الآية 69، ممن أنعم الله عليهم. نقول في سورة الفاتحة يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ يأتي البيان في القرآن في الآية 69 من سورة النساء، في الآية 69 سورة النساء ربي فكنا غير داري ويوقف الذي أنعم الله عليهم. إن ضرب على الصناف من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا فهمت ذاك الإمام الشافعي مما يروى عنه، إنس أحب الصالحين ولست منهم،
لعلي أن أنال بهم شفاعة وأبغض من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. ورد عليه أحدهم قائلا: إني استحب الصالحين وأنت منهم، لعلهم أن ينالوا بك شفاعة، وتبغض من تجارته المعاصي، عافاك الله من شر البضاعة. يحدد البوال يريس الصرف. الفايدة، الفايدة النظام دا شوت أنه حينما تدعو للصالحين ما هوش غير الصالحين الأحياء، الأحياء والأموات، كل عباد الله الصالحين، أليس كذلك؟ بدليل قوله تعالى في سورة الحشر الآية العاشرة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. باش تبقى هذه الرحم، هذه الرحم تربط بين الأول والآخر، بين الأولين والآخرين، أمة واحدة. نعم، هذا معنى آخر موجود في الحديث نستنبطه، أمة واحدة. الختمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذه صيغة من الصيغ المشروعة اللي رواها الإمام مالك في الحديث رقم 200، كما سمعنا قالوا أنه سامع، يعني اللي سمع عمر بن الخطاب وكان يقولها في المنبر، يعني هذه التحيات اللي نديرها في صلاة، ولكن اسم التشهد قلنا سميت بالتشهد من باب التغليب، وكذلك إبرازا لفضل الشهادتين، خطر بهما ختم التشهد. جاء ثلويث أرثي من الليث، والسلام عليكم ورحمة الله.